السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، تبارك الله عليكم. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكذلك أسركم الصغيرة والكبيرة. ونتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء، وينزلنا الدواء من عنده إن شاء الله، كما كنتمنى لجميع إخواني المغاربة داخل وخارج أرض الوطن الصحة والعافية، ويحفظنا ويحفظهم الله من هذا المكروه، وكذلك جميع المسلمين في بقاع العالم بأسره. إخواني أخواتي، كيف أنتم وكيف هي الأحوال؟ هل لازلتم ملتزمون؟ التزموا إخواني، والزموا بيوتكم لحماية أنفسكم وحماية أولادكم وعائلاتكم وجيرانكم. الالتزام بما جاءت به حكومتنا على لسان وزارة الداخلية ووزارة الصحة. والآن إن شاء الله غادي ندوزو للتحليل ديالنا ديال الكورسة ديال غدا. قبل ما نبداو، كنتقدم بالشكر لكاع الأخوات والإخوان متتبعي القناة، وكذلك المشاركين اللي كيشجعونا ويدعمونا، واللي هما اللي مخلينا مستمرين، وذلك نزولا عند إلحاحهم وطلباتهم. إخواني أخواتي، غادي نبداو التحليل ديالنا، وغادي ندوزو إن شاء الله للكورسة ديال غدا اللي غادا تكون كينتي ديال لويت كات 2020، غتكون في هابي فالي في الهونغ كونغ، غتكون في البلا 1000 متر، 1000 متر، يعني غمض عينك وحلها بالرق، ما تقشع. كورسة صغيرة ومحينها كبار، 12 باردون، جيدي كورسة صغيرة ومحينها كبار. لا ريونيون ان كورس ويت غتكون في الكازون كورد ادروات. الديبار غادي يكون مع 4 قلقسمين بالتوقيت ديالنا المغربي ان شاء الله، 15:50، سيتادير 4 قلقسمين ديالنا. غادي نبداو التحليل ديالنا، وغادي نمشيو ديريكتومون للكونكيرون نيميرو ان اللي هو الرقم 2، لو نيميرو 2. هذا مال عنده 4 فحل عود، عنده 4 سنين، 1 على 1 في هذا الباركور، هذا ان سور ان سور سو باركور، اي دون سو تيران، وفي هذا التيران هذا بيان بلاسي دون لي ستال، عنده نيميرو 4 في لي ستال، يعني كورد 4. اتونسيون، هاد النيميرو 2 راه الى دار تاكتيك ديالو وتحمل الثقيل اللي عنده، راه غادي يكون دون لي 3، جي دي غيكون في لا كومبينيزون غانيونت او لا كومبينيزون بلاسي. غادي ننتقلوا ان شاء الله لنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3 نيميرو 3. هذا هونغر عنده 8 سنوات، يعني كما كنقولوا بالدارجة ديالنا حنايا اللي كيقولوا لي تير فيست ديالنا المغرب، بغل، هو ماشي بغل، هو راه عود، عنده 8 سنوات. هذا ولد التيران، هذا رقم 3 ولد التيران، دير 12 كورسة في هذه المسافة هذه، وفي التيران هذا ضرب فيهم 7، يعني كيحب هاد التيران هدا، الام سو تيران و لا ديستانس، تا هو بيان بلاسي دون لي بواط. نيميرو 5 عندو في لاكورد، هاد لو نيميرو 3 راه مغيكونش عند الإخوان كاملين، مي فتي حسن غادي يحتفظ بيه في لا سيليكسيون ديالو إن شاء الله.
لان ربما غادي يمشي طويكير على ما كنظن، او لا المهم طويكير ولا توكار، استنوا السيدر غيكون وقيله 100%. غادي ننتقلوا نتركو كيرو منافس متنافس اخر او منافس اخر اللي هو الرقم 4 لو نيميرو 4 هونغر، عنده 6 سنوات، هونغر دو سيزون ريغولي، ولد التيران حتى هو تنشوفو ديال هاد لو تيران هذا، دار فيه وفي هاد المسافة هادي 11 كورس، ضرب فيهم 8، يعني تا هو إل إم بيان لو باركور و لو تيران. شوية لو نيميرو في لي بواط شوية جينو، عندو الرقم 1 يعني غيمشي كوتي كورد، مي الى بلاصه لا بوينت فيتاس ديالو راه غادي يقدر يكون في لاريفي ويقدر يكون في لا كومبينيزون غانيون او بلاسي بوركو با. غادي ننتقل ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هاد لو نيميرو 5 هونغر عنده 5 سنوات، 5 ans ريغولي، دار هاد المسافة وهاد التيران 5 د المرات، ضرب 3 د المرات، سيتادير 3/5 سور سو باركور. عنده اون بون كورد في لي بواط رقم 6 لو نيميرو 6 نيميرو دو كورد. دونك هاد لو 5 هذا اتونسيون الوي راه بو كريي اون بيل سيربريز، دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8. هاد لو نيميرو 8 هونغر عنده 5 سنوات، هونغر دو 5 ans، عنده اون بون كورد نيميرو 3 يعني بيان بلاصي في لي بواط. غادي تكون عنده اون غروند رونتري، شحال ما جراش، مي لونترينور ديالو اوبتيميست يعني متفائل، و كيقول بانه راه موجود لهاد لا كورس هادي. دونك غادي نثيق في لونترينور ديالو، وعاد راكب عليه جوك اللي هو معروف مزيان، وغادي نحطوه بور لي بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10 لو نيميرو 10 متنافس اخر الرقم 10، هذا هونغر دو سيزون يعني عنده 6 سنوات. هاد الديس هذا الى طري ريغولي، خارج من الرقم ديالو في لي بواط يعني خارج من لاكور ديس، ولد التيران حتى هو، ولكن اغلبيه في 1200 كيت بلاصه فيها مزيان. دابا ناقصين له 200 متر غادي يجري غير في 1000، يعني الا كانت هاد الراكوريسمون ديالو اللي داروا له في لا ديستونس هاد 200 متر يعني ما غاداش تاثر عليه، راه غادي يكون غيكون يعني في الكينتي بارمي لي 5. دونك غادي نحتفظو به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرو اللي غادي يكون هو لو نيميرو 11 رقم 11، هذا سيت ان هونغر عنده 6 ans، 2/2 سور سو تراسي يعني دار جوج الكورسات في هاد التراسي هذا 1000 و1000، وفي التيرين هذا يعني ضربهم بجوج. المشكل اللي عنده هو عنده ان موفي نيميرو الاكستيريور رقم 12 غيكون هو الاخر. هاد العود هذا الى حط لا بوينت دو فيتاس ديالو والتبلاصه
يعني في الاول مع لي شوفو دو تيت اتونسيون راه اي بو كريي اون غروند سيربريز ويقدر يكون بارمي لي 5 ديالنا ان شاء الله. دونك غادي نغامرو به ونغامرو بهذا العود هذا الرقم 11 وغنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا لان الا جا غيقدر يخلصنا ويتهلا فينا وسيرتو الا جا في تيرسي. دونك الى دي باسا كما قلنا داك الرقم اللي عنده 12 على اكستيريور في لاكورد راه يقدر يكري اون غروند سيربريز. وسيرتو انه جرى جوج المرات في التير انا داو في نفس المسافه ودخل فيهم جوج بهم تبلاصه فيها. اذا كيف ما قلت غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون وهو الاخر في الكورس اللي هو الرقم 12. هاد لو نيميرو دوز هونغر عنده 5 عنده 5 سنوات دار مرة واحدة هاد المسافة في هاد التيران تبلاصة فيها هاد السيطة ديال عندو ان سير ان واحد على واحد دون سو باركور في هاد التيران هادا عندو ان طري بون نيميرو في لي بواط نيميرو دو في لاكورد. دونك مبريباري مزيان كنظن غيكون ان بون نوت سايدر هذا في لاكورس. دونك غادي نحتفظو به ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا بارمي لي ويشوفو ديالنا ديال لا سيليكسيون ديالنا. قبل ما ندوزو لسميتو نهضرو على واحد العود عندو اون رونتري لي هو الرقم 6 عندو اون رونتري هو عود مزيان مي شحال ما جراش بنادم يرد معاه البال. الاخوان اللي كيلعبوا بالاكس يلوحوه اللور هاد العود هذا اللي قلت لكم الرقم 6 ان شاء الله. اذا بعد ما انتهينا من التحليل ديالنا ديال لي شوفو غادي نحاولوا ان شاء الله ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار. ولا سيليكسيون ديالنا غادي تكون كالاتي كينتي ديال لويت كات 2020 كيف ما كتشوفوا لا سيليكسيون ديالنا غادي تكون هي 4 2 11 5 12 10 8 و3. اعيد نوت لا سيليكسيون دو فاتحة سانتير غتكون هي 4 2 11 5 12 10 8 3. اعيد لا سيليكسيون ديال قناة فاتحة سانتير غتكون 4 2 11 5 12 10 8 و3. بالنسبة للسيربريز المفاجأة ديال القناة غتكون هي 6 و7 6 و 7 pour la surprise de Fatih Hassan Tirf 6 و 7. بالنسبة لدرنيير مينوت إن شاء الله غتكون هي النميرو 4 لدرنيير مينوت غتكون هي الرقم 4 لدرنيير مينوت غتكون النميرو 4. غادي ننتقلوا إن شاء الله لبوات نوار دو فتيحة سانتيرف العلبة السوداء لقناة فتيحة سانتيرف غتكون هي 2 5 11 12. أعيد 2 5 11 12. أعيد 2 5 11 و12. بالنسبة لبوات نوار العلبة السوداء لقناة فتي حسن تيف
قبل ما نودعكم غنقول لكم بالنسبة للإخوان اللي باقي ما عرفوش كيفاش يلعبوا، ممكن أنهم يتصلوا بيا، لأن كاين واحد لا ميثود جديدة دارتها سوريك بالنسبة للزبناء ديالها لتيرفيست، دارت واحد لا ميثود جديدة بالنسبة للإنترنت. الإخوان اللي انتريسي وباغيين يلعبوا من الديور ديالهم، كتخرج ليهم الماكينة في البورتابل ديالهم أو في الأورديناتور ديالهم، وممكن يقطعوا من البورتابل ديالهم أو لا من الأورديناتور ديالهم، بحال اللي كيقطع في الكيشي الماكينة كتخرج له يعني في لافيشور ديالو. دونك الإخوان اللي هما انتريسي وبغاو انهم يتعاملوا بهذه الطريقه هذه، ما عليهم الا يتصلوا بيا على الخاص، وانا غادي نقول لهم كيفاش يديروا او بمن يتصلوا باش يقادوا هاد الامور هذه. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا، يعني بلا ما نبقاو نعاودوا دائما كيف ما حنايا كنغامروا معاكم، ورغم هاد الشي اللي كنمروا به وكنلبيو الطلبات ديالكم، كنتمنى انكم تشجعونا. ولي لايك دائما، لي لايك اخوتي لي لايك، ودعواتكم كالعادة الفاتحة حسن. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ المغاربة من داخل المغرب وخارج أرض الوطن، وكنطلب الله يحفظ بلادي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وعلى رأسنا وتاجنا ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله، وكنتمنى له الشفاء والصحة والعافية، وكذلك الأسرة العلوية كافة، والله يحفظ له ويحفظ لينا مولاي الحسن ولالة خديجة. إذا إخواني أخواتي كنتمنى لكم التوفيق ودعوتكم كالعادة، والله يسر والله يوفق والله يجيبها سمينة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.